السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم السبت 9/12/2023 في الجولة 15 من الدوري الفرنسي. متابعين الكرام، هنتكلم عن نتيجة مباراة أمس الجمعة ونتائج مباراة اليوم السبت، ثم نتعرف على ترتيب الفرق وترتيب الهدافين. ولكن قبل ما نبدأ، أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في سيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم في الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك من ايد الصهاينه، اللهم اهلك من تابع الصهاينه، اللهم اهلك من مشى على خطى الصهاينه ومن طبع معهم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في شمال غزة، اللهم انصر اخواننا المسلمين في جنوب غزة، اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. متابعينا الكرام، اليوم السبت 9/12/2023 نادي رين خسر من موناكو 1-2. احرز هدف رين بنجامين بوريجايد في الدقيقة 90 ضربة جزاء، هدفها موناكو عن طريق فاندرسون في الدقيقة 51. الهدف الثاني لموناكو متابعينا الكرام عن طريق يوسف فوفانا في الدقيقة 85. باريس سان جيرمان فاز على نانت 2-1، أحرز هدفي باريس برادلي باركولا في الدقيقة 41، الهدف الثاني عن طريق راندال كولو في الدقيقة 83. متابعينا الكرام، هدف نانت عن طريق النجم المصري مصطفى محمد في الدقيقة 55. طيب، احنا قلنا بدأت الجولة أمس الجمعة الموافق 8/12/2023، مونبلييه تعادل امام لانس 0-0. خلينا نتعرف الان على ترتيب فرق الدوري الفرنسي، ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. المركز الاول باريس سان جيرمان سجل 36 نقطه، موناكو المركز الثاني 30 نقطه، نيس المركز الثالث 29 نقطه، ليل المركز الرابع 26 نقطه، لانس في المركز الخامس 23 نقطه، ستاد ريمس المركز السادس 23 نقطه، بريست المركز السابع 22 نقطه، مارسيليا المركز الثامن 20 نقطه، نانت المركز التاسع 18 نقطة، لوهافز المركز العاشر 16 نقطة، ميدز المركز 11 16 نقطة، رين المركز 12 15 نقطة، مونبلي المركز 13 14 نقطة، ستراسبورغ المركز 14 نقطة، تولوز المركز 15 13 نقطة، لوريان المركز 16 12 نقطة، كليرمونت المركز 17 10 نقاط، ليون المركز 18 والأخير 7 نقاط. متابعينا الكرام، ترتيب الهدافين في المركز الأول كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان سجل 15 هدف، المركز الثاني اكور ادمز لاعب مونبلييه سجل 7 اهداف، والمركز الثالث النجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت سجل 6 اهداف، يتساوى معه وسام بنادر لاعب موناكو، والمركز الرابع الكسندر جولوفين لاعب موناكو سجل 5 اهداف، ورومان ديل كاستيو لاعب بريست، وتهيجاس دالينغا لاعب تولوز، وتاكومي مينامينو لاعب موناكو. طبعا الكرام، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، لايك الفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.